في يوم من أيام الاحتفاء وظهيرة من أوقات الوفاء، نقدم لهم الشكر الغامر والثناء العاطر على ما قدموه وبذلوه في الرئاسة والوكالة من سنوات العطاء، سنوات طويلة في الخدمات والبذل والعمل بشرف في خدمة المسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله الفراق يعني نتألم بما نفارق هذا المكان الطيب وخدمة ضيوف الرحمن، يعني نتعلم ألم، يعني نسأل الله جل أن يثبتنا وإياكم. نحمد الله على هذا الفضل اللي سخرنا وخدمنا في بيت الله، ونطلب الله إن شاء الله أن الله يتقبل منا ويجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم. يوم حلو ويوم زين أن نتودع مع الزملاء في الرئاسة، وأنه فراق صعب بس الحياة كذا.